السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صافي تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو تلقاكم بالصحه والسلامه والسكسن كالعاده. اكلت في جب تقم على خير. كي جيتكم اليوم؟ انا ما مولفونيش كندخل بالماكياج، ولكن حيت هاد المره ان شاء الله غندير لكم فيديو ديال ميك اب ديال شيء اللي بزاف منكم طلبوا مني. اختي واش جربتي؟ واش هذا؟ واش هذا؟ وصراحه انا وجهي حساس لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، دونك باش ندير اي حاجه كنخاف. مي بون، على قبلكم خديت الميك اب وجربته، دابا ثالث مره غنديرو على وجهي. لحد الساعه ما شفتو نورمالمون كان شي حاجه. البنات انا متاكده مليون في المية فاش كندير الماكياج شي حاجه ولا شي فوندوتا ولا شي كريمه جات معايا دغيا كيخرج ديال الحبوب، الا فاش كدير ديال شانيل. فاش كنت كندير الفوندوتا ديال شانيل ما كان كيطري لي حتى حاجه ولا ديال ديور. هاد الجوج هادو ما كيديروا لي والو، ديال استيلا ودغ ديال شحال من ماركه اخرى كانوا كينوضوا ديال الحبوب. المهم بعدا اول حاجه نقول لكم جيتكم داكشي الماكياج. انا بالنسبه لي هاد البنات راه كثير، هو راه نورمالمون لوحدين اخرين غيجيهم عادي، مي انا كيجيني بقيت ولفت بزاف ميك اب. فوالا، قبل ما نبدا لكم لا فيديو كالعاده انستغرام ديالي هنايا، كود برومو ديالي حتى هو غيكون هنا ولا هنا، بقاو عارف شنو غنحطو لكم. واللي باقي ما دارش ابوني في القناه مشي دير ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب، مرحبا بكم عندي. يلا نبداو لا فيديو. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي هاد الفونديشن. هذا خديت جوج بغيت نعرف شنو هو الفرق. كاين هذا ايدغاتون، يعني سميتو ايدراتينغ فونديشن، كيدغاتي في نفس الوقت. وكاين هذا لونغ، زعما كيبقى بزاف وفريمون كيغطي نيت. هذا كيغطي نيت. دابا انا في الماكياج ديالي درت هذا البنات كتحسي به خفيف وجهك، يعني بحال ما دايره والو، ولكن هذا كتحسي به شويه متقل لك على وجهك غير باش تعرفوا. دونك كاين هذا الكحل، هذا كومبليكسن برو، يعني المهم انتم تشوفوه لومباراج ديالو داير على هذا الشكل. المهم هذا فونديشن الكحل كيجي هنايا اللي سميتو كومبليكسيون، كما قلت لكم برو كومبليكسيون برو لونغ لاستين، كيبقى بزاف. واللي عجبني فيهم البنات عرفتي فاش حليتو تصدمت، كنقول اوه واش انا شريت شي شانيل شي ديور شي، فريمون لومبالاج ديالهم زوين. سيختو هنايا فاش كيجيك في هادي هذا في موبر هكا فهمتو، عطي كيبان شي حاجه كواليتي. فوالا كاين هذا، كاين هذا اللي قلت لكم. بالنسبه لهذا لومبالاج ديالو هكا في البيج، انا غنحط لكم تصاورهم الا قدرت نحط لكم، ولا سينو اصلا غنحط لكم اللينات، يعني اي حاجه في هذا الميك اب هذا غتلقاو اللين ديالو لتحت. وكاين حاجه اخرى اللي هو هذا البرايمر، هذا اللي شفت بزاف هضروا عليه بزاف سيختو اليوتيوبرز اللي في امريكا يعني اكسيتيرا. حيت انا فاش دخلت بعدا قماش الميك اب دخلت قلبت مزيان، مشيت بزاف لي فيديو اللي كيهضروا لونغلي حيت كيكونوا اغلبيه ديالهم كيزعموا على الميك اب. دونك هذا شتون كلشي شكرو. كاينين جوج، كاين هذا الصفر كاين الغوز، انا خديت الصفر، مره اخرى ان شاء الله نجرب لكم الغوز. شيغلام، المهم الميك اب ديال شي ان كله سميتو شيغلام. درتو الصراحه عادي، ما كنحس بوجهي ماشي بحال داك الميك اب اللي كديرو كتحسي بوجهك مجلط عامر فهمتو، ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم ولكن غتكونوا فهمتوني. حد ساعه كنحس بوجهي هو هذاك، صوف كو هذاك فوندو تاع الكحل كتحسي به شويه ثقيل. كاينه حاجه اخرى اللي حمقاتني وهي هذا، كيبان بحال هذاك الفراجو دابا اللي ولاو كيديروا في المغرب ليكيد. المهم هذا البنات كديروا غير نقطه هذه، راه كبيره هذه النقطه اللي درت، غنوري لكم غير نقطه صغر من هذه عرفتي، وكديري هكا واحد اللون واو. هذا بعدا البنات انا متاكده مليون في المية بزاف منكم غادي يعجبو حيت انا حمقني. خديت هاد الباليت هادي اللي حتى هي فيها فراجو، فيها ثلاثه ديال الالوان كتجي على هاد الشكل. انا هاد اللون هو اللي كيعجبني بزاف، ولكن نورمالمون في البرد ما غاديش يجيني مزيان حيتاش بياض، يعني في الصيف غادي يجي زوين. فوالا كاين هاد الالوان هكا بثلاثه، هاد الباليت كتجي على هاد الشكل، سميتها سويت بلوش تريو شيكس شيغلام. كاينه اللي درتو غنكحجي باش يبان. حاجه اخرى اللي عجبتنا البنات هو الكونسيلر ديالهم، حتى هو زوين كيجي في الباكاجينغ بحال هكا، هو هذا فوالا. المهم حتى هو زوين صراحه عجبني، هو اللي دايره دابا انا تحت عينيا وكلشي طوب. كاين حاجه اخرى اللي حمقاتني واول مره بالنسبه لي انايا، اول مره غادي نطراسي حجباني بهذا
كيسميوها واقيلا كريم ديال الحجبان. المهم انا هذا عمر ما درت، ديما كندير بودغ باش كنصاوب، مي هاد المره هذا كيجي هكا بالشده ديالو. خصك تشوفوا كارطون، ترى هي هذه كارطون كبيره، كيجي هو هنا والشده ديالو معاه، فريمون زوين. بالنسبه لا كولور اللي خديت انايا، حيت انا ما كناخدش كحل، فاش كندير كحل كيبان بحال كتخلعي، دونك خديت ايبوني، النمره ايبوني ولا السميه ايبوني، ماشي كحل ماشي قهوي. فوالا هذا حتى هو حمقني زوين، يا سلام. اشنو اخر خديت؟ هاد الكونتورين اللي تا هو كيجي على هاد الشكل، مابقيتش عاقله على الباكي ديالو كيفاش دايره. المهم ان توكا راه كلشي غادي يكون في صندوق الوصف. كيجي على هاد الشكل، جوج الوان، فوالا كيجي على هكا. غير البنات انا هنايا في هاد الكونتورين غنقول لكم واحد الحاجه، بالنسبه لهاد اللون اللي قهوي مغلوق زوين، يعني هو هذاك، ولكن بالنسبه لهاد الجهه لا، حيت هذا ماشي داك بياض بياض، يعني جاني في اللون ديال البشره ديالي، واخا درت فيه الكونتورين ما كيبانش، حيت جاني بحال اللون ديال البشره ديالي. دونك هذا نقدر نقول لكم ما عرفتش واش كاين فيه اللي عنده بيض بزاف، جو بونس كاين، حيت كاين اختارت هاد الالوان. خذوا اللي بيض عليه، هذاك اللي غنحط لكم انا في اليوم هو هذا، نتوما خذوا واحد بيض عليه باش تعرفوا داكوغ. حتى هو زوين صراحه، كيجي على هاد الشكل، كتحددوا به بحال بغيتي، مثلا النيف راه كديري بهاد الراس هذا هكا خط رقيق، شفتوا؟ بغيتي في الوجه راه كديري هكا خط غليظ. هذا زوين، تاهو عجبني صراحه، غير كما قلت لكم كان عليا ناخذ سميتو اخر كولور اخر باش يجيني هو هذاك في التحديد كيفاش بغيت. هاد العكره البنات اللي حتى هو زوين، هذا كولور غادي زوينه، ماشي هي اللي دايره، هي اللي دايره، ولكن درت جوج الوان في فمي، درت واحد القلم هذا ديال ايسونس في هذا اللون، ودرت معاه هذا غير بالوسط، هنوريكم درت لي غير بحال هكا، شفتو كيعطي بحال داك بحال شي هايلايت وصافي، ولكن هو نورمالمون راه كديريه الفم كله، غير انا هنايا بغيت نستعمل شويه مغلوق وصافي. المهم خديت هذا حتى هو غنحط لكم في اليوم، وخديت معاه هذا القلم هذا اويلي اش درت، خديت معاه هذا كيبانش مزيان، فوالا هذا باش كترسي الفم ديالك، شو كيبان كيبان يا. المهم فوالا خديت هذا حتى هو فن واعر. كاينه عاوتاني ماسكارا اللي حتى هي زوينه، باش اللي عجبني البنات في الماسكارا ديالهم في هادي انها خفيفه، ما فاش دابا هي اللي دايره، نقرب لكم باش تشوفوا، شو هي اللي دايره، واللي عجبني فيها ما كتحسيش بعينيك تقال عليك فوالا، فهمتوا؟ المهم كتحسي عادي بحال ما دايره والو، فريمون كنحس بها بحال ما دايره والو، كتجي على هذا الشكل رقيقه، المشطه ديالها وكتجي شويه هكا مايله. فوالا بالنسبه للشفره البنات ما كنديرهمش حيت ما كنعرفش نديرهم صراحه باش ما نكذبش عليكم، اللي عجبني فهاد زعما خديتهم زعما قلت راه غيجيوني ساهلين، ولكن واخا هكاك وخصني نقطع منهم حيت كبار، ما كيعجبنيش انا دوك الشفار كبار كبار، كيجي معاهم هذا بحال الشكل ديال الايلاينر. المهم درته هنايا في يديا باش نشوف لاصقوا لي في يدي ولا لا، من بعد راه فاش جربتهم في عينيا لصقوا، غير هما كبار بزاف صافي، بقيت نضرب معاهم ما عنديش الصبر حيتهم، ولا كتجي هكا نشوف فوالا شفتوا كيسقو فريمون كيسقو، هما زوينين كما قلت لكم. المهم ها هما لاصقين دابا في يديا، ما غاديش يتحيدوا ما والو، كتحيديهم بسهوله حيت بحال الهند فيهم هذاك، ما عرفت هذا البرودوي هذا شنو فيه، المهم بحال الهند، هما زوينين لا كاليتي ديالهم زوينه، غير هما كما قلت لكم بالنسبه لي ما كيعجبهمش شفار كبار كبار بزاف، تقدروا تقطعوا منهم، راه جبت مقص قطعت منهم واخا هكاك ما بغاوش يتقادوا ليا ولا نحيد صافي ما سميتوش. وكاين حاجه اخرى هاد الشفار وحدين اخرين، المهم خديت جوج انواع ديال الشفار، هادو عاوتاني كيلصقوا بالكولا والكولا ديالهم ما عنديش، وكانت الكولا زعما كنت نجرب هادو حيت هادو صغار شويه على هادو خفاف، مي ما كايناش الكولا. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للميكاب، خديت مازال البودر باقي جاي في الطريق، وشي اقلام ديال العينين باش نجرب الاقلام ديالهم حتى هما، مي سينو بالنسبه لهادشي دابا والايلاينر حتى هو جاي في الطريق، باش هكا يكون عندي زعما كلشي ديال شيئين، باش مره مره نبارطاجي معكم.
وحاجه اخرى غادي نقول لكم البنات بالنسبه لهذا الميك اب تيتوريال اللي درت اللي بغات تشوفوا دخل عندي الانستغرام اللي بدها تشوف الميك اب تيتوريال تابعني على الانستغرام حيتاش كيكونوا عندي في الفيديوهات ديال شي انت يكون عندي بزاف الدول العربيه اللي ما كيفهموش المغربيه دوماج ولكن مهم تعلموا كيفاش حنا تعلمنا المهم ميك اب تيتوريال هذا اللي درت خفيف ظريف بالنسبه لي انا كيجيني شي حاجه بزاف ولكن صاحبتي قالت لي لا راه عادي هذا الميك اب درتي راه خفيف لكم المهم غادي تلقاوه في الانستغرام عندي دخلوا شوفوا اللي بغات تشوف الطريقه باش درتو تشوف الانستغرام باش ما يجيش هذا الفيديو طويل بزاف هذا الفيديو بغيت نوريكم غير المكياج وصافي ونهضر عليه بالديتاي باش شنو نقول لكم الراي ديالي فيه لحد الساعه الحمد لله مزيان دونك كلشي هو هذاك وحاجه اخرى اللي نسيتها هي هاد الباليت هادي واعره 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 بزاف شوفوا هادشي كيبانوا لكم الالوان المهم هادي البنات خدوها بعينكم مغمضين طوب طوب ديال طوب واخر حاجه هي هادو كيبانوا لكم مزيان يا فوالا المهم هادو البنات عرفتي اللي كديري هنا هنا اكسترا مي انا خديتهم شي مرات بلاتي هادو انا البنات خديتهم شي مرات كتشوفي شي وحده دايره طانقه هنايا شفتو كتعجبك وانا ما بغيتش نتقب نيفي دونك هادي خديتها غير بحال هكا شي مناسبه شو نيفي قدايه ما تضحكوش على نيفي المهم فوالا شفتوها كتجي هنايا كتجي هكا هنايا على حسب مثلا ما تتزوقي بها درتي التصويره ما كتبانش بزاف فريمون الا ما قربتيش راه ما غاديش تبان لكم مي باش ما نتقبش الدنيا مي باش ما نتقبش نيفي قلت اللهم ناخذ هادو نخليهم عندي في نفس الوقت نقدر نديكوري بهم شي مره بغيت ندير شي فيديو في الانستغرام ولا هذا ديال الميك اب يبقاو عندي مهم هادشي اللي كاين البنات فوالا كانت هادي لا فيديو ديالنا نتمنى ان شاء الله تعجبكم الا عجبتكم ما تنساوش لايكيو التعليقات ديالكم زوينه بحال ديما تشجعونا والا بغيتو شي حاجه اخرى نجرب عليكم شيئين قولوها ليا بالنسبه لي كيسولوني على موضه نساء انا ما عمرني جربت بصراحه كتجيني شويه غاليه في الثمن دونك باقي ما زعمتش عليها مي ان شاء الله نهار نزعم عليها راه غادي تشوفوها في القناه عندي تهلاو ليا فراسكم لايكات بارطاجيو لا فيديو شجعونا ان شاء الله الا بغيتو نكملوا في اليوتيوب وسينو غنبقاو في الانستغرام حيت الانستغرام ولا كيجيني ساهل ومهل الحمد لله فيه التفاعل على اليوتيوب مي بون ماشي مشكل ندير لكم خاطركم حتى نتوما الناس اللي ما عندهمش الانستغرام يلا خليت لكم الراحه تهلاو ليا فراسكم الكنيعه ونربي